لما يبقى في لعيب بيفوق وبيرجع تاني لمستواه وبيبتدي ان هو يتألق ويتصاب بنزعل عليه. ومن ضمن هؤلاء اللاعبين مصطفى شلبي اللي بيواصل المرحلة الثانية من برنامجه التأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي لتجهيزه للمشاركة في المباريات الجماعية في الفترة المقبلة بإذن الله، مما استدعى غيابه عن السكور اللي سافر النهاردة إلى أنجولا لمواجهة ساجرادا بالكونفدرالية يوم الأربعاء المقبل بإذن الله. ده فيما يخص مصطفى شلبي. طيب فيما يخص بقى معشوق الجماهير زي ما بنقول، واللاعب اللي كلنا اتبسطنا وفرحنا واحتفلنا بعودته مرة تانية، الونش اللي في الحقيقة رفض الجهاز الفني للزمالك بقيادة الكابتن معتمد جمال الاستعجال في عودة الونش مرة أخرى للمباريات بعد عودته للتدريبات الجماعية مؤخرا عشان يقرر استبعاده من القائمة اللي سافرت اليوم إلى أنجولا عشان يحافظ على اللاعب. اللاعب متحمس، عايز يرجع، عايز يدوس، عايز يجيب مستواه، وده حق مشروع ليه. والونش طبعا روح الونش زي ما بنشوفها في اي مباراه لنادي الزمالك حتى وهو مصاب، والمفارقات اللي اتكلمنا عليها، وجود الونش بين الشوطين في مباريات زي ارتا سولار وبيراميدز ونكسب في الماتشين بيشجع زمايله. ده لعيب تحس ان هو لعيب ناشئ يعني بيموت نفسه. ده هنا حضرتك بتتكلم في مرحله التاهيل، ملتزم، مكافح، لعيب راجل. فبالتالي قرر الكابتن معتمد جمال ان هو يحافظ على الونش ويبعده من السكور، وان شاء الله الاقرب ان هو يكون بيظهر او بيشارك في دورة نادي الوحدة الاماراتي اللي هتكون ان شاء الله في شهر يناير المقبل بإذن الله.